أخبرني أين الألوان، أين الدفتر يا فنان، أحضرها في الحال وهيا نرسم نرسم في إتقان. أرسم معي أرسم معي أرسم معي أرسم معي لتكون أجمل مبدعي. عبر بخطوطك يا ماهر وبإحساسك أنت القادر، عبر بخطوطك يا ماهر وبإحساسك أنت القادر، واجعل ألوانك صادحة كعصافير الفجر العاطر. أرسم معي أرسم معي أرسم معي أرسم معي لتكون أجمل مبدعي. تتتارا 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 تتتارا. أرسم وإليك الخطوات أرسم أحلى الشخصيات، أرسم وإليك الخطوات أرسم أحلى الشخصيات، أبدع أشكالا تحملنا روعتها فوق الغيمات. أرسم معي أرسم معي أرسم معي أرسم معي لتكون أجمل مبدعي. أخبرني أين الألوان، أين الدفتر يا فنان، أحضرها في الحال وهيا نرسم نرسم في إتقان. أرسم معي أرسم معي أرسم معي أرسم معي لتكون أجمل مبدعي. مرحبا أصدقائي، أنا اسمي رامز حجي حسين، رسام قصص أطفال، حابب أقوم معكم برحلة حلوة ممتعة لرسم الشخصيات الكرتونية اللي أنتم بتحبوها. رح يرافقنا بهالرحلة أنا وأنتو صديقتنا سلحوفة، قولي لهم مرحبا. أهلا بك يا صديقي رامز. صديقنا المشاكس سنجب. المطلوب منكم هلأ تجيبوا أوراقكم وقلم محاية وبراية والألوان اللي أنتو بتحبوها، وخلونا نكون بهاي الرحلة اللي هي حتكون خطوات مبسطة لرسم الشخصيات الكرتونية بالطريقة اللي أنتو بتحبوها وبتقدروا تعبروا فيها عن ذاتكم وعن هوايتكم وموهبتكم. تعالوا معي بهاي الرحلة اللي هي اسمها ارسم معي. هلا حنمشي بخطوات رسم شخصية جديدة، هي نوع من أنواع الطيور، رح تحبوها أكيد، ومعي صديقتي سلحوفة وصديقي سنجب. تعالوا. قلم الرصاص صديقنا مثل العادة، حنباشر برسم الشخصية اللي هي نوع من أنواع الطيور. أنا أحب قلم الرصاص. مثل العادة نباشر بالرأس. طبعا الطيور معروف إنه الفم تبعها هو المنقار، العين، هذا الطير معروف عنه انه هو من اجمل الطيور، وهي الجسد تبعه. احسنتم، للطير دائما فيه جناحين، وهي الجناح الثاني، ممكن نخليه مطوي وممكن نفرده، انتو اللي بتحبوه، انا حافرده شوي. والقدمين، ومعروف شكل الاصابع الطير. هلا الميزه الحلوه بهذا الطير هي اللي راح ارسمها الان، اللي هي ما اجمل خطوطك، الديل تبعه، اكيد عرفتوا مين هذا الطير. ايه صحيح، الطاووس. وفي للطاووس ميزة انه في رأس الريش تبع ديله في هذا الشكل اللي بيشبه العين. تمام، هيك بنكون انهينا مراحل رسم الطاووس بطريقة مبسطة. فينا نفوت على مرحلة التحبير المعتادة تبعنا، اللي دائما بنأكد على فكرة انه يكون امساكنا بالقلم بشكل جيد ونمشي بكل هدوء على خط قلم الرصاص اللي نحن أسسنا فيه مراحل رسم صديقنا الطاووس. انت موهوب، ما اسهل هذه الخطوات. مثل العادة تركت اللمعة بالبؤبؤ اللي منحبها، نمشي باتجاه منقار الطاووس، الرقبة، بعدين
الجسد اللي هو شكل من أشكال الدائرة لكن بيضوية. الجناح. ما أجمل خطة تحبير. شايفين شكل الجناح؟ إنه ميزة الريش بالرسم الكرتوني إنه كله خطوط شبه دائرية. الأقدام. الطاووس معروف عنه إنه بيتمشى بطريقة فيها غرور شوي لأنه بيعرف حاله إنه هو طير جميل. يضرب فيه المثل بالمشي تبعه. وهي الديل والأشكال الزخارف اللي بتشبه العيون اللي برأس كل ريشة من ريش الطاووس. اللون الأسود يضيف جمالا على لوحتك. هلا هيك بتكون اكتملت معنا مرحلة التحضير أصدقائي، لكن احنا دائما بنقول انه في عنا بمرحلة التحضير إضافات ورتوش صغيرة اللي هي عملية تصديم الأماكن اللي ممكن نحن يكون فيها ظل أسود. ممكن للطاووس فيه ريشتين صغار نضيفهم بقلم الحبر، بحيث ممكن نضيف للصدر تبعه أيضا حركة ريش بهي الطريقة. هيك بيكون اكتمل معنا عملية تحبير الطاووس. الطاووس بما أنه من أجمل الطيور ففي ميزة الألوان، أنه فينا نحن نلون الطاووس بالطريقة اللي بنحبها، لكن الشيء الرئيسي بالطاووس أنه الجسد تبعه لونه بميل للأزرق ودرجاته، ففينا نلون من عند الرقبة للصدر والبطن تبعه اللون الأزرق. ما أجمل مرحلة الألوان. بترككم انتم تكملوا العملية. بالنسبة للديل تبعه فينا نلونه باللون ها البنفسجي والموف، طبعا نعبي المساحة كاملة. وهي الكتلة الزخرفية اللي موجودة على رأس كل ريشة فينا نلونها باللون الأصفر اللون الزهر. طبعا مثل ما بتعرفوا بالشخصية الكرتونية انه دائما المنقار خاص بالطيور لونه اصفر. وفيكم تضيفوا اللمسات اللونية اللي بدكم اياها على الجناح مثلا باللون الزهري. انها لوحة جميلة. سلمت يداك. أنا حأقف عند هاي المرحلة، أنتوا حتكملوا التلوين بالطريقة اللي أنتوا بتحبوها وبالألوان اللي أنتوا بترغبوها لحتى يكتمل معكم شكل هذا الطاووس الحلو. مرحبا يا أصدقائي الصغار، سأخبركم اليوم عن طائر جديد يطلق عليه ملك الطيور. فهل تعرفون أي طائر يطلق عليه هذا اللقب؟ هل عرفتموه؟ كلا. إذن سأزودكم بمعلومات مهمة تساعدكم في تعرفه. أنا متأكد من ذكائكم. ملك الطيور هذا يعرف بين الناس بصفات عدة كالجمال والكبرياء والغرور. أجل، إنه الطاووس المغرور. طاووسنا له ذيل من ريش ملون، ألوان عديدة وجميلة وجذابة، وتشكل مع بعضها لوحة فنية يحبها الجميع. ويستحق الطاووس لأجلها لقب ملك جمال الطيور. يعمد الطاووس الذكر إلى فرد ذيله في شكل مروحة كبيرة خلفه، فقد يبلغ طولها قرابة 5 أضعاف طول جسمه، ويبدأ المشي أمامهم ليعكس كبرياءه وتألقه. ومن شدة غروره يرفض الاختلاط بالطيور الأخرى الداجنة كالدجاج مثلا، وتكاد لا تخلو منه حديقة للطيور في دول العالم قاطبة. لماذا هو جميل؟ الطاووس جميل لأن له عنقا وصدرا بلون أزرق، أما لون الأجزاء السفلية من ريشه فبنفسجي مزرق. واو! وله صف طويل من الريش الأخضر المبقع ببقع واضحة،
تشبه شكل العين، كم هو ساحر بألوانه الخلابة. يمتلك الطاووس صوتاً مرتفعاً جداً، يستخدمه لتحذير أفراد مجموعته من الخطر القادم إليهم كي يسرعوا في الهروب والاختباء. ولا يستطيع الطاووس الطيران إلا لمسافات قصيرة جداً بسبب ثقل جسمه، ويستخدم أجنحته غالباً للقفز فوق أغصان الأشجار. ويمتلك الطاووس يا أصدقائي أرجلاً قوية ومخالب حادة وبصراً قوي. والآن هل تعرفون ما الذي يأكله صديقنا المغرور هذا؟ سأقول لكم، يتغذى الطاووس على الحبوب وفتيت الخبز والفواكه والأعشاب في الحديقة، والورد والديدان والحشرات والزواحف الصغيرة، ويفضل الماء العذب للشرب. إلى اللقاء. برافو يا سلحوفي، كتير حلو. شكرا لك أيها الرسام. وهيك أصدقائي نكون أنهينا كمان رسم شخصية جديدة من شخصياتكم اللي بتحبوها. وإلى اللقاء بحلقة جديدة بشخصية جديدة. مع السلامة. وهلأ أصدقائي، هاي دعوة مني لحتى تشاركوني رسماتكم بتعليقاتكم على رابط هذا الفيديو على الفيسبوك.